وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليك النهاردة في الحديث اللي بيقول: قال جرمزا الهجيمي: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك ألا تكون لعانا. زي ما احنا متفقين ان احنا في كل حلقة وفي كل وصية النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيها لحد من الصحابة، ان احنا نتخيل ونستشعر ان احنا مكان الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوصية، عشان فعلا نحس ان احنا محتاجين ان احنا نعملها وننفذها زي ما الصحابي ده نفذها لما النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها. وصية النبي هي برضه في كلمتين: ألا تكون لعانا. واحنا محتاجين الوصية دي قوي في عصرنا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وان انت بتكتب الكلمة وانت مش واخد بالك الكلام اللي انت بتقوله ده هل هو في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك. الفترة الأخيرة دي كلنا شفنا حاجات بتتكتب على الفيسبوك ما ترضيش الله عز وجل، بيتقال ألفاظ لا تليق ان هي تتقال ولا تتسمع ولا تتكتب، وممكن تكون من ناس يعني نحسبهم يعني ان هم كويسين، بس انت ساعات الذنب لما انت بتعمله وتألفه محدش ينكر عليك بتلاقي نفسك انه مبقاش ذنب، انه بقى عادي، انه بقى عرف. مش ده العرف ابدا، ولا هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا عليه: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. خلي بالك ان كل كلمة انت هتقولها شوفها هتبقى في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك، بعد كده قولها. كل كلمة هتكتبها قبل ما تكتبها ركز، الكلمة دي هتأذي حد ولا مش هتأذي حد؟ الكلمة دي ترضي الله عز وجل ولا ما ترضيش الله عز وجل؟ واللعنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها معناها ايه؟ يعني ايه اللعنة؟ اللعنة ان انت تطرد حد من رحمة ربنا. الشخص الملعون ده شخص مطرود من رحمة الله عز وجل، فانت مين او ايه عشان تمنع حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ وليه اللعن وليه السب وليه لساننا ما نقدرش نتحكم فيه؟ ليه؟ كان سيدنا ابو بكر كان بيمسك لسانه ويقول: هذا الذي اوردني المهالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ما اكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم. لسانك هو اللي هيشوف هيوديك الجنة ولا هيوديك النار. كان في اثر كده عن احد الصحابه كان بيشرب الخمر، فجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فاقاموا عليه الحد، ويمشي الصحابي ده تاني ويشرب الخمره ويؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم مره تانيه فيقام عليه الحد، فيروح مره تالته ويشرب الخمره ويرجع للنبي. فسيدنا عمر في مره قال له: عليك لعنه الله. وكان النبي واقف فقال له: لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. ومين ده؟ مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على مين؟ بيقول على واحد بيعمل ذنب من الكبائر، ومش بيعمله مرة، ده بيعمله مرة واثنين وثلاثة واربعة ويرجع ويقام عليه الحد ويعمل الذنب ده تاني. احفظ لسانك وخليك اعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكونش لعان. خلي لسانك ما ينطقش غير كل حاجة ترضي الله عز وجل. الكلمة اللي انت هتطلعها خلي بالك قوي قبل ما تطلعها، انت هتأذي بيها حد، هتاخد بيها ذنب ولا هتاخد بيها حسنة. وخليك ماشي على وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكون لعانا.